مشكله الحوافز والاضافيات وكل الدعم كله ده لازم يتحل. وبعدين انت عندك عندك فعلا الاشياء المخاوف من ايه بقى؟ الاصول، لا الاصول هتفضل لحساب المؤسسات وتستثمر لصالح المؤسسات ولن ينفق مليم واحد في غير الاغراض دي. طيب اتقال الاصول، حضرتك رديت على الامر الثاني انه مفيش تعيينات اخرى، وبالتالي عندك جيل شباب موجود في المؤسسات. عندنا في الاهرام من 2011 12 لحد دلوقتي ناس ما تعينتش، وناس شغاله وبتنتج، وناس يعني زي ما بقول كده شباب متعلم تكنولوجيا. ليه ما استفدتش بالشباب ده؟ هل انتوا عايزين الشباب دول ما يتعينوش تاني خلاص لما قلتوا قفل باب التعيين؟ لا لا، ولا لا نتعامل ازاي مع الموضوع؟ لا بص اقول لسيادتك، هو فضل. احنا بعتنا للمؤسسات بالفعل كويس، بعتنا لهم جواب وبيان. ده البيان ده في ايه بقى؟ أيفن. في حصر للعماله اللي موجوده، الشباب اللي بيتدرب تحت التمرين، اسم المتدرب، شهادته، المؤهل الدراسي، العمل اللي بيقوم بيه دلوقتي، مده التدريب بقى له قد ايه، مدى الاحتياج ليه، انت محتاجه ولا مقعده معطل حاله، مدى الاحتياج ليه، ضروري، متوسط، غير ضروري، الاجر اللي بيتقاضاه، هل انت هتقدر توفر هذا الاجر ولا تقول ايه عايزين فلوس؟ طيب علاقته بالمؤسسة، تعاقد ولا احنا هنحصر الاعداد دي كلها خلال، احنا مدين يعني مهلة اسبوع، هتجينا الاعداد من كل المؤسسات، هنبدأ نعمل حصر ليها، نشوف العمالة الاولوية لمين. الاولوية اولا طبعا للشباب، ثانيا مؤهل مناسب، واخد مؤهل للتطور اللي جاي، التطور التكنولوجي بيعمل اللي ايه جاي. بيعمل ايه المؤسسة يعني اقول لك على سبيل المثال، في بعض مكاتب المحافظات يعني جريده لها مكتب في كل محافظه بتاع، في ناس بتتعامل بالقطع، اللي موظف في حته، اللي مش عارف، عايز يتعين انا محتاج ده. طيب في دراسه مثلا عاملينها في يعني خلال السنوات العشر اللي جايه، مكونات الوظائف بتاعه الصحافه الماشيه هتختفي منها مثلا 80%، وهتظهر مكونات اخرى اللي هي بقى مرتبطه بالذكاء الاصطناعي والمواقع الالكترونيه وبتاع. فهنا الشاب اللي لازم اخده ادربه ويبقى قادر على احداث النقله دي. طيب في اجتماعنا مع، لكن مش كل اللي تحت التمرين دول هنقول لهم مش عايزينكم. لا لا، مش هنقول لحد، مش هنقول لحد يقدر نستفيد منه نعينه. بس ايه بقى؟ يبقى في جدول زمني، الشاب يبقى عارف انه هيتعين بعد سنه، بعد سنتين، بعد ثلاثه، يبقى عارف. مش عايزين الهجوم اللي حصل بعد 25 يناير 2011 اضيف 60% لعماله للمؤسسات. وعماله ايه بقى؟ يعني انا اسف التعبير، ثاني 2011 اضيف 60% يعني البتاع اللي كان فيها 1000 بقى 1600. وبعدين عماله، اولا يعني الدراسات اللي معموله، انت بتقول العماله الموجوده والعماله اللي انت بتحتاجها ايه عشان تعمل لك النقله، فكل تقريبا معظم العماله دي يعني مش هي اللي هتعمل لك، لا انت مثلا محتاج مهندسين كمبيوتر، مهندسين اتصالات، مهندسين طباعه، مهندسين يعني محتاج انت منظومه جديده جدا. العماله اللي اتضافت يا اما، وانا بتكلم بصراحه ومحدش يزعل من الكلام ده، يا اما عماله عائليه او شهادات متوفره. ماشي، اذا هنا للشباب اللي موجودين احنا عايزين نلغي معكات الواسطه والمحسوبيه، ويبقى التعيين على اساس الكفاءه والخبره. وعلى فكره بعد الاسماء دي ما تيجي احنا حاطين مواصفات قياسيه لمن يتم تعيينهم، ومش هتعين حد الا بموافقه الهيئه عشان ما حدش يظلم حد. ما تجيب انتوا اللي هتدخلوا التعيينات، لا هتبعت لي، لا لا انت هتبعت لي التعيينات اللي انت عايزها، انا هراقب ده هل وفقا للمواصفات اللي محطوطه ولا فيها مجامله، الوظائف المطلوبه ولا في، عشان ما حدش يتظلم وما يبقاش بقى التعيينات ماشيه بالواسطه والمحسوبيه اللي اثرت كتير جدا جدا في الصحافه في الفتره اللي فاتت. احنا عمالين نشكي، لكن الفتره اللي جايه لا، لازم تاخد. وبعدين انا عايز اقول حاجه، الفتره اللي جايه اكتر شهادة هتبقى مطلوبة خريج كلية الإعلام، بس بمواصفات معينة، لأن هيبقى مطلوب في المؤسسات الصحفية، مطلوب في البرلمان، مطلوب في شركات رجال الأعمال، يعني التواصل مع المجتمع أنت مطلوب خريج بمواصفات معينة. وده اللي اتكلمنا فيه مع كلية الإعلام جامعة القاهرة، أنا كنت ندوة هناك، قلت لهم يعني من ساعة ما انشأت كلية الإعلام فيها ثلاث حاجات، علاقات عامة، إذاعة وتلفزيون، ومش عارف صحافة، فكل بتاع الصحافة عايز يتعين صحفي، إذاعة وتلفزيون، مذيع،
ما فيش وظائف فبيصاب باحباط. لا ده في دلوقتي انا بعمل خريج جديد في مؤهلات الاعلام الحديث يشتغل في اي مكان وبيبقى اسعارهم عالية جدا ومطلوبين جدا. هديني مرتب كبير عشان هيديني جهد. هيديني آه. يعني مثلا لما يجي واحد يصمم لك الاعلانات الرقمية او الاعلانات الذكية ده ثمنه في السوق عالي جدا جدا. فهو المطلوب. احنا اتفقنا مع النقابة. نعم. احنا قلنا بعد الاعداد دي ما يتم حصرها. نعمل دورات تدريبيه مشتركه. كويس. يعني مثلا انا عندي في الاهرام 20 في الاخبار كذا من الشباب دول. هم في النقابه قالوا احنا عندنا معهد تدريب على مستوى عالي واحنا عاملين بروتوكولات مع وزارات في دورات تدريبيه اللي بنتكلم عنها. طب ما نتعاون مع بعض الشباب دول يروحوا دورات جاده وحقيقيه وحضور الدورات والنجاح فيها يبقى شرط للتعيين. فده اللي اتفقنا فيه مع النقابة والحقيقة هم يعني اما عرضنا ده أثنوا عليه ومفروض نبدأ على الفور نبدأ ندرب الشباب ونحصر الأعداد عشان يعني انت عارف لو اتفتح يعني لو مشيت الصورة بشكل عشوائي هتضاف أعداد كبيرة جدا 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 وأعداد غير مستحقة. إنما شاب متعلم شاب متدرب صامد في مهنته وقاعد بيشتغل لا طبعا ما حدش هيرميه في الشارع. ليه حاطين قدامنا كده اهو قصة الضرايب والتأمينات والفلوس اللي مش عارف متأخرة واللي البنك المركزي شايل مليارات النهاردة على المصانع عشان تشتغل. آه. واحنا مش قادرين